يا هلا ومية هلا. بالفيديو الفات أخذتكم إلى حدث ومكان ماكو أي عراقي رايح له، وشفتوا شغلات ما حد غيركم يمكن شايفها. هذا الفيديو راح نكمل. الفيديو الفات كان من اليوم الأول، وهذا الفيديو من اليوم الثاني، وبهذا اليوم صارت شغلات ماكو أي واحد متوقعها، وأعتقد همينة ماكو أي واحد شايفها لأن ما صايرة بغير مكان. خليكم ويانا وشوفوا هذا الفيديو. يلا خلينا نبدي. صباح الخير، هذا المنظر الجميل من شباك غرفتنا في الفندق على نهر الراين، مكان جدا جميل. هاي الواحد من يدخل يحيونه مثل ما واحد داخل لاعب داخل النهائي مال كأس العالم. مورغان، احنا كلش محظوظين قاعدين في هذا المكان كلش قريب على المنصة اللي يطلعون بيها المتحدثين. وهاي شوف القاعة كلها، شوف حتى لي فوق قاعدين الناس، مكانات جدا جدا بعيدة، 15,000 واحد بالقاعة. هذه واحدة من أهم المدربات الألمانيات، لورا مالينا زايلا، اللي تحكي عن موضوع تحقيق الأهداف بطريقة روحانية، بدون عذاب، بدون ركض، بدون طريقة حلوة. وهي موضوعها الأساسي هو الروحانية والاتصال مع الكون، مع العالم. جدا جدا محبوبة، هسه تشوفونها من بعدين ايش قد ناس جايين عليها. Dass du also etwas im Innen vorstellen kannst, ein Wunsch, eine Idee, ein Traum. Und das in der Außenwelt Realität lassen musst. Also deine Fähigkeit, selbstwirksam zu sein. Und ich weiß, jeder von uns, jeder Mensch, der gerade hier ist, wir alle haben eine vollkommen individuelle Geschichte. Du hast Dinge erlebt, die ich nicht erlebt habe. Ich habe Dinge erlebt, die du nicht erlebt hast. Aber was uns alle hier miteinander verbindet, alle, اوي اوي اوي، هذا الرجل سوى سالفة كلش كبيرة، هسه راح تشوفوها. هذا ما كنت اني اعرفه، مليونير الماني ومسوي اكاديمية يعلم بيها طرق التعامل مع المال وتكثير المال، اكبر اكاديمية بالمانيا. وسوى فد شغلة هسه راح تشوفون، شغلة ما حد كان متوقعها وما حد اعتقد شايفها قبل. هذا المقطع حكى هو بالبداية عن حقيقة تأثير المال بالعالم، مو الحقيقة اللي يبثها التلفزيون اللي يحاول يجرم بيها كل واحد عنده فلوس، لأن هو هم قال هذا الشيء، قال إنه عدد قليل من الناس اللي عندها فلوس تتصرف تصرفات تعبانة ومو حلوة وتخلي الناس تنفر من المال. بس الحقيقة تقول والإحصائيات تقول، هسا راح نشوف شنو اللي تقول الإحصائيات، شنو اللي سواه المال بهذا العالم. Drauf ist eine größere Apparatur. Dann sagt er: Hallo Joshua. هاي شارك ويانا يعني هو احصائيات من منظمات عالمية اللي تقول انه هذا العالم اللي احنا عايشين بيه اليوم اكثر سلاما من كل التاريخ، اكثر غنى، اكثر تعليم، اقل جوع، اقل جهل. كل هاي الاشياء صنعتها كثرة المال والثورة اللي صارت المادية، انه الناس يعني قاموا ينتجون اشياء ويخلقون اموال، وهاي الاموال غيرت تغيير عظيم بالعالم هذا. وهاي الارقام يعني من مصادر متعددة ومستقلة. Weil wenn du das nicht tust, kannst du rennen wie Bekloppter. Du kannst noch 26 Kurse kaufen. Du kannst 28 Lehrer buchen. بس جت اللحظة المهمة، هو ايش قال؟ قال انا ما اريد احكيكم حكي، ابقى انت تسمع مني حكي تقول هذا صدقه ما صدقه، انا اريد اسوي تجربة عملية، انا رجل عملي. قال عندي هسه انا بالجمهور جماعة شايلين ضوايات، شوف هذا شايل ضوا بيده. قال حطيت انا بالجمهور 100 واحد شايلين ضوايات، كل واحد شايل ضوا بايد، شايل بالايد الثانية 500 يورو. مجموع الفلوس بالقاعة هي 50,000 يورو.
بهاي اللحظة احنا كليتنا مليان الصافي. ايش تريد هسه هو بهاي الخمسين ألف يورو اللي حاطها بالقاعة يسوي يعني خمس دفاتر؟ قال كل واحد يريد يروح ياخذ هاي الفلوس خلي يروح ياخذ الفلوس. وهذه الحدث بي يعني فشي خيري، هم يدون يجمعون فلوس المنظمة تبني آبار مع المي المناطق الأفريقية ما عندها مي شرب. فقال أخذوا الفلوس أنتوا هذه وأني يعني راح أسوي وياكم ألعب وياكم لعبة تقدر تسميها. شقد ما ترجعون من هاي الفلوس للماتي البرة تشمبر خلنا نقول، شقد ما ترجعون من عندها أني أضاعفها ونتبرع بيها. وسأل سؤال قال شقد تعتقدون راح ترجع من الفلوس؟ أني ماتي أنا يعني ماتي الفكرة قلت يعني من الخمسين استرجع 40,000. أنت شنو رأيك؟ اكتب لي بالتعليقات شقد برأيك الناس راح يرجعون من هاي الخمسين ألف؟ هاي طبعا بالحدث اكو مكان مال في اي بي بيه قهوة وماي واكل وكل هاي الشغلات، هنا نروح نستراح بيه. تذكرون هاي المدربة اللي قلت لكم هذه واحدة من اكبر مدربات بالمانيا؟ هذه عندها هنا جلسة خاصة وباوع الناس اللي جوي. طبعا الناس صعدوا على كل مكان على العواميد على ما اعرف ايش، كل شوية ناس تجمعت حتى تحضر الجلسة الخاصة مالتها اللي سوت بيها جلسة تأمل وسوت بيها أسئلة وأجوبة، جاوبت على أسئلة الجمهور. هاي هنا إذا تحضر هي الجمهور إنه راح يسوون جلسة تأمل. إذا أنت ما سامع عن هذا الموضوع فيعني اليوم أكو عدد هائل من الدراسات يحكي عن فوائد جلسات التأمل، انه الفكرة انه انت تسد عينك وترجع الطاقة اللي تستخدمها العين اللي هي طاقة هائلة من قدرة الدماغ، ترجعها للدماغ وتبقى قاعد ما تنام، وبهاي الاثناء ترفع امكانيات الدماغ مالتك، يعني مثل ما شلون ترفع الطاقة هاي اذا شايف بالطيارة الى المستوى اعلى شيء، هو هذا الشيء اللي تسويه بالتأمل. ولذلك هواي اليوم من المدربين و الناس يستخدمون هذا الشيء حتى يضاعفون قدراتهم العقلية. خلصت جلسة التأمل وبدأت جلسة الأسئلة، وأول سؤال كان من وحدة رجلها خاينها. فالملخص المفيد للجواب مالتها كان انه اكو درس بهاي الضربة القوية. صحيح الضربة مؤلمة بس الحياة مو ضدك، الحياة وياك تحاول تعلمك درس. شنو الدرس اللي انت ما متعلمته؟ افتحي عينك وتعلمي الدرس وبعدين قرري اذا تريدين ترجعين وياه او تعوفي كيف. هيجي قالت لها pauschal jetzt irgendwie sagen würde ja verlass ihn oder verlass ihn nicht. Was ich dir aber sagen kann ist, komm nicht wieder mit ihm zusammen, bevor du nicht das machst, was du machen möchtest. Weißt du, was ich meine? السؤال الثاني هم كان سؤال كلش قوي، وهذا السؤال أنا يهمني يجيني من عندكم. الوحدة اللي سألت قالت لها إذا يعني أهلي إذا أريد أسوي فد شيء أريد أغير مسار حياتي وأهلي ما أعتقد يتقبلون هذا الشيء، ما أعتقد يكونون متفاهمين ويا شون، يعني هي تشتغل بشغل بس هي تحلم انه تسوي شيء ثاني وما تريد تعوف شغلها، يعني شغلها وظيفتها وظيفة آمنة والشيء اللي تريده مو شيء آمن. فسألتها هي سؤال، قلت لها انت اذا ما تسوين هاي الشغلة راح تصيرين سعيدة؟ قلت لها لا ما اعتقد. قلت لها زين رجلك واهلك يقبلون انه انت تعيشين حياتك كلها مو سعيدة؟ وكنا صفنا بهذا السؤال، كان كلش قوي هذا السؤال والمحاورة، لأن هواي ناس من عندنا يحلمون بأحلام بس يتخلون عنها بسبب ناس آخرين محيطهم. بالنهاية قالت لها يعني أنا ما أدري روحي بطلي بس يعني فكري شلون تقدرين تحققين حلمك وتوفقين بين الباقين اللي بحياتك بس مو ضحين بحياتك على موتهم.
هذه همين مدربة ثانية، بس القوي بهاي المدربة انه هي مدربة من اصل تركي. هذا الشيء اني يعني من دخلت الألمانية بنا عندي همين فد نوع من التفاؤل انه اني همين يعني اصلي اجنبي بس ممكن اوصل لابعد مكانات، لان في كل مكان في المانيا اكو ناس من اصل اجنبي واصلين الى اعلى المقامات، فهذا الشيء مو مستحيل حقيقي، وهاي اللبنية تثبت هذا الشيء. Und uns von unserer Urnatur immer mehr entfernen. Und wie viele von euch wünschen sich für die kommenden Generationen, für unsere Kinder, eine Welt, in der sie nicht davor zurückschrecken, ihre Außergewöhnlichkeit zu leben? هذه المرية عظيمة، هذه المرية أشهر معالجة نفسية في ألمانيا وصاحبة كتاب صار له 7 سنين في قائمة الكتب الأكثر مبيعا في ألمانيا. الكتاب يتحدث عن الطفل الداخلي وعن شون أنه الطفل الداخلي في داخلنا، كل واحد من عندنا عنده طفل الضوء وطفل الظلام. طفل الضوء هو مجموعة من أفكار والعادات الجميلة اللي بداخلنا، وطفل الظلام هو مجموعة من الأفكار والعادات اللي ما بيها فايت إنا. وهاي كل مرة من تجي تحكي لنا شغلات كلش قوية بعلم النفس، لأن هي يعني واصلة مكانات كلش حلوة. أنا قاري هذا الكتاب وما أعتقد هذا الكتاب مترجم للغة العربية، أتمنى إنه يترجم للغة العربية، كان حكيت لكم عليه أكثر. كتاب جدا جدا رائع، ساعدني وغير بحياتي، ساعدني انه افهم نفسيتي وانه اقدر اغير هواي اشياء بحياتي. الوقت وياها كان هاي المرة همين جدا جدا حلو، الاشياء اللي حكيت عنها رائعة جدا. هنا حكيت عن الحاجات النفسية الأساسية اللي هي للنفس أو للنفسية، هي مثل الحاجات الأساسية مثل الأكل والشرب، واللي هي الحاجة للارتباط، الحاجة للإحساس بقيمة النفس، الحاجة إنه الواحد يسوي أشياء تعجبه ويعوف الأشياء اللي ما تعجبه، والحاجة إلى إنه يكون مستقل بذاته. وشلون إنه معظم مشاكلنا هي بسبب إنه واحدة من هاي الحاجات أو أكثر من واحدة أو كلهن ما يعني دا نحصلهن. وباختلاف الأشخاص والأجناس والأديان والأعراق، المشكلة بالعمق هي نفس المشكلة. هذا الرجل طبعا أني جدا جدا أحبه، هذا لو تقعد أنت تسمعه ويعني أنت تفهم الألماني وتفهم الحكي مالته، تقول هذا دا يحكي حكي مو مال يعني مدرب مال الشركات، يحكي حكي مال رجل دين. بس هو ألماني ومدرب يعني معظم قادة الشركات، أفضل الشركات الألمانية، بس يحكي حكي من مستوى ثاني، سوالف سوالف من مستوى ثاني. وبهالمرة حكى مثلا عن موضوع الناس اللي عندهم عقدة المساعدة، قال هاي عقدة، هذه عقدة يعني سببها عادة حاجة نفسية داخلية ما مشبعة، انت ما تقدر تساعد اي احد. هذا يعني موضوع طبعا كل الناس يعني صفنا، قالوا ماني هم كنت مثلكم جوا بس اموري تغيرت الحمد لله. Und der sagt, wenn du Menschen heilen willst, dann frag sie erst, ob sie bereit sind, die Bedingungen, die sie krank gemacht haben, aufzugeben. Wow. Und genau. Das ist alles riesengroß, aber wir wollen zu Hause sein. Manchmal sind wir verloren. Das sind Wettbewerber.
هذه همينة بنية ألمانية شابة بنت بالخمس سنوات الفاتت واحدة من أكبر شركات التسوق الإلكتروني في ألمانيا. قصتها من قصة كلش مؤثرة ومعبرة وحلوة، لأن حتى النساء في ألمانيا هم يواجهون مصاعب بأنه هم بمجالات مثل مجالات البزنس أنه يبنون مالتهم يعني مكانتهم بالسوق. تذكرون صاحبنا أبو الخمسين ألف؟ كتبتوا بالتعليقات شقد راح يرجعون الناس؟ هاي هسه جاب هو الكمية اللي رجعوها الناس، وأني همين كلش كلش تفاجأت. الناس رجعت 104,000، يعني مو بس 50,000 رجعت، وإنما جتي فوقها تقريبا 55,000 الناس طلعوا ونطوا من جيبهم. وهذا يعني ما راح أنطي أنا رأيي، اكتب لي أنت رأيك بهاي التجربة، شو تعتقد معنى هاي التجربة؟ شنو اللي تثبته بالنسبة لك هذه التجربة؟ Warte mal kurz. Ich habe das ein bisschen durcheinander gebracht. Ihr habt alleine 104.000. هاي طبعا السك الثاني، لان هي الناس جمعت 104 وهو مو قال اضاعفها، ضاعفها هو، هم حط من عنده 104,000، يعني بالنهايه صارت 208. وهاي ال 208 معناتها تقريبا 21 بير مي للناس اللي ما عندهم مي في افريقيا. هذا الرجل همين سالفته سالفة، هذا ألماني من أصل تركي، اليوم هو صاحب أكبر موقع في أوروبا لبيع السلع الإلكترونية مثل الكورسات والكتب وإلى آخره. وبهذا الفيديو حكى قصة شلون أنه قالوا لهم وقالوا له أبوك بسرطان وكل شارة ما تصير له روحوا حضروا له شلون يقول القبر، وشلون هم ما استسلموا وبقوا يبحثون بقوا يبحثون، وبعد 11 طبيب، الطبيب رقم 11 قال يعني هذا شيء مو تمام بالموضوع، ما اعتقد هذا ابوك عنده سرطان، يعني عنده فد شيء ثاني، روحوا شيلوه من غد احد الغدد، وشالوا هاي الغده ومشى الحال وابوه عايش والامور زينه. وحكى هاي القصه يعني عن اللي صايره وياه بالفتره الاخيره، التحدي اللي اثر كلش بحياته بالفتره اللي فاتت. هذا الرجل كان مفاجأة الحفلة، هذا الرجل بالولادة مختنق، فيعني طالع معوق، فمن هو صغير أهله رايدين دبوه بدار مال المعوقين وهو ما قابل، ومن هاي المرحلة بادية التحدي في حياته. اليوم هو صاحب شركة، غني، عنده 6 أطفال، راكض بالماراثون، ما خال شيء ما محققه في حياته، وقال اوعدكم مرتي الجايه من اصعد هناي. طبعا يعني ايده يعني بين ايده يعني مشوهه، رجله مشوهه الرجل، بس روحه تخبل. قال مرتي الاخ من اصعد على المسرح، اوعدكم انه اعزف لكم بيانو، دا اتعلم بيانو. طبعا اصابيعه يعني هيك، بس انسان مو طبيعي، قصه جدا جدا مؤثره، ويتعلم الواحد من عندها هواي اشياء. وهذا افضل سبيكر في المانيا، افضل متحدث في المانيا، طبعا انسان قمه بالتواضع. انا التقيت به شخصيا، يعني ما اعرف شو احكي عنه، ما اعرف شلون اوصفه بالكلمه مالته. طبعا يعني بتشاهل الناس ويعني لعب بينا لعب، لأن يعني يحكي بطريقة ما أكو أحلى منتها. حكى عن قصة شلون هو يعني بعد نجاحه يعني ما بقى في شي يسوي، فراح إلى دير مال صمت بتايلند، وهناك يعني ودو يفرك رجل شلون يقول الشيخ مال الدير، وشلون تعلم أشياء يعني عديدة بهاي القصة، وشلون حياته يعني تغيرت بعد هاي التجربة. Gemeinsam richtig was bewegen. Die zweite
طبعا الحلو بهذا الحدث وبهواي ناس اللي تجي واللي تصعد على المسرح بي انه ذول الناس مو بس ناس يفكرون بالنجاح بالحياة ماديا وعمليا، وانما يفكرون بانه هم يرجعون وينطون للمجتمع وللعالم. هذا جزء مهم من كل واحد بهذا المكان اعتقد، ولذلك هذا الحدث كان اكو فد هدف خيري، والهدف انه هو يجمعون 100,000 يورو حتى يبنون بها 10 آبار تخلي الناس تشرب مي نظيف في افريقيا في مكانات ما بيها مي نظيف. وبالنهاية ما بس وصل الحدث لهذا الهدف، وانما وصل الى اكثر من 300,000 يورو، وكليتنا كنا كلش كلش فخورين وفرحانين بهاي النتيجة الجميلة، انه واحد يعني يكون سعيد ويساعد الناس الاخرين هم يعني انه يكونون اسعد واسعد، هذا الشيء حلو كلش. هواي اصدقاء يسألوني يقولون ليش تروح، او انت يجوز هسه تسأل نفسك تقول ايش تسوي انت رايح لهيج مكان. اكو كم سبب، واحد من عندهم اهم سبب هو انه اسمع قصص ناس مثلا توني روبنز اللي ما كان عنده ياكل من كان صغير، اليوم عائدات الشركات مالته هي 6 مليار دولار بالسنة. هواي ناس همينة شفت انت فيديوهاتهم، ناس عاديين مثلك ومثلي، الحياة ما كانت فاتحة لهم ايدها ولا انولدوا زناقين ولا اشي، الحياة اصلا يعني شبعتهم دفرات، بس قدروا هم همين ينجحون. هذا الشيء يخليني امن انه اني همين اقدر. هذا الشيء. الشيء الثاني انه انا اؤمن بالحياة انه مثل الحياة مثل البازل مثل الاحجية، شايف هاي الصورة اللي بتكون من قطع وانت تجمعها، وكل فترة انت تحتاج قطع معينة بالحياة، وهاي القطع عادة ما تلقاها انت وقاعد بالبيت بتتفرج على مسلسل حيرة، ما تجيك هيجي، هاي القطع تجيك من انت تبحث، من انت تقرأ، من انت تسمع محاضرات، من انت تسمع الناس يكبرون افكارك، وبهيجي مكان بيومين انت تسمع هواية افكار وتجمع هواية قطع تفيدك بهذه اللحظة. والشغلة الاخيرة همينة انه احتك بناس غير شكل، ناس مو بس عايشين حياتهم على مودهم، عايشين حياتهم على مودهم حتى يعيشون حياة أفضل، بس بنفس الوقت يريدون يعيشون حياة أفضل حتى يصنعون للباقين هم يعني حياة أفضل، يصنعون، أنا ذكرت هذا الشيء، يصنعون أول شيء نفسهم، بعدين العائلتهم، بعدين جزء مدينتهم، البلدهم، وللعالم كليته حياة أفضل، لأن هو يعني أكو يعني هدف ثاني للحياة، ما أدري، هذا أنا رأيي. وراح اخليك هسه ويا الحفله النهائيه هاي اخر دقيقه. شكرا لان باوعت هذا الفيديو، اكتب لي عن على كل حال شنو الاشياء اللي شفتها، شنو الاشياء اللي فاجهتك، شنو الاشياء اللي كانت حلوه بالنسبه لك، وفكره هم اخيرا يعني كنت ابغى على كل لحظه واقول احنا ما ناقصنا شيء، احنا والله ما ناقصنا شيء، فلوس عندنا، ناس عندنا، حرامات من ملك هيك حدث، حرامات من ملك هيك حدث. أتمنى أنه بالمستقبل في اليوم نملك هيك حدث، وهذا الحدث يكون بالعراق، ونقدر ندعو به هواية عرب، هواية أكو عرب يعني ناجحين وحققوا هواية أشياء بحياتهم، بس دائما أكو هواية عوامل تكسرهم ما حد يحتفل بيهم. أتمنى يجي اليوم اللي نقدر نحتفل بالناجحين من عندنا ونتعلم من عندهم. عوفك ويا الحفلة، مع السلامة. Take a shot.